ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الله، الكلام للجماعة، لا تقتلوا وأولادكم جماعة، معناها إيه؟ يعني لا يقتل كل واحد منكم ولدكم، ما معناها كده؟ ما احنا قلنا إذا تقابل الجمع مع الجمع جاءت القسمة آحادا، زي ما قلنا زمان الأستاذ يدخل على التلاميذ ويقول أخرجوا كتبكم، أخرجوا كتبكم، أخرجوا جمع وكتبكم جمع، معناها إيه؟ ليخرج كل تلميذ كتابه. يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة إيه؟ آحاد. إذا جينا أدي إحنا قاعدين أهو، إذا خرجتم من إذا خرجتم من المسجد فلتركبوا سياراتكم. يبقى معناها إيه؟ إذا خرجتم من المسجد ليركب كل واحد منكم إيه؟ سيارته. يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة إيه؟ أحد. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، جمع وجمع. يعني معناها حل المعنى كده، لا يقتل كل واحد منكم ولا لا. طيب تعالى بقى، لو اني بقى نكرم بعض، وواحد ما يقتلش ولد ويقتل ولد غيره وغيره يقتل ولد، تمشي؟ لا، اهو هنا الامر للجمع مع الجمع. الامر للجمع مع مين؟ مش معنى لا تقتلوا اولادكم اي النهي ان يقتل كل واحد ولده، نقول لا، النهي ان يقتل كل الاباء كل الاولاد. يبقى ما ينفعش ان يتعدى منك الي تجاملني وتقتل ابني وانا جاملك واقتل لك ابني. يبقى اذا ما هيش مقابله جمع بايه؟ مش مقابله جمع بجمع. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. ليه؟ ان قتلهم كان خطئا كبيرا. كلمه خطئ زي خطا تمام. يقالوا مثلا حز خذوا حذركم وخذوا حذركم، يعني حذر وحذر قد بعضها، زي خطئ زي اسم، اسم اسما، اسم اسما. ان قتلهم كلمه الخاء والطاء والهمزه بتدل على عدم موافقه الصواب، على عدم موافقه الصواب. بس مره يكون عدم موافقه الصواب لانك لم تعرف الصواب، ومرة لم توافق الصواب لأنك لم عرفت الصواب وتجاوزته. الأستاذ حين يصححه للتلاميذ بيصحح يعمل ايه؟ بيشطب على الغلط ويكتب مين؟ ويكتب الصح. هل هو بيشطب على الغلط ويكتب الصح قبل أن يعطيه القاعدة؟ ولا هو اداله القاعدة الأول؟ يبقى هو اعلمه القاعده، ولكن التلميذ في غفله عن القاعده، في غفله عن الايه؟ نقوم احنا ايه؟ نصوب له. لكن لما نيجي في الامتحان ونساله اسئله، احنا بنصوب له الاسئله ونكتب له كده بالاحمر الصواب، ولا بنقول لا، ولا بنحسبها عليه وتنتهي؟ اما قال لك لاني انا كنت في ايام الدراسه لسه بروضه على القواعد، انما في اخر السنه خلاص انتهت المسائل وبقت قواعد ملزمه، يبقى ان وافقها ينجح وان وافقهاش ايه؟ يبقى ايه؟ يسقط. طب يبقى الخطا. طب قال لك عاده كلمه خطا وخطوه وخطوات وكل دي معناها الانتقال من الحركه، انتقال بالحركه، بس دائما الشيء الثابت اللي استقر عليه بقى ده الصواب. فاذا انتقلت عن الثابت المستقر عليه يبقى ده اسمه الايه؟ يبقى ده اسمه الخطا. وما دام خطا تبقى منه خطوه، ولا تتبع خطوات مين؟ خطوات الشيطان، لانه بينقلكم عن شيء ثابت مستقر في شريعه الله وينقلكم ايه؟ وينقلكم عنه. ان قتلهم كان خطئا. ليه؟ اما قال لك لان الشيء الثابت انك خليفه في الارض، وخليفة في الأرض ربنا عملك عشان تعمر الأرض، فما يكونش ربنا مستخلفك في الأرض وانت تقطع انت هذا الاستخلاف. الاستخلاف هتقطعه بالأولاد، تقول لا أنا بموت البنات بس، هموت مين؟ البنات بس. نقوم نقول له طيب هنسلم جدل أنك تميت البنات فقط، وعلى أن هي اللي بتوقت،
طب لما تموت البنات لما يبقى عندك الذكور استحيته وعايز بقى يكبروا ويتجوزوا ونجيبه عشان يجيبوا بنات، تبقى تجيب لهم بنات من ايه؟ تجيب لهم بنات من ايه؟ تبقى ما تجيبش، يبقى هتقول الى ايه؟ الى قتل المين؟ الى قتل الاولاد. ان قتلهم كان خطأ كبيرا. ليه؟ الخطأ اولا من كم مرحلة؟ المرحلة الاولى انك هدمت بنيان الله، ولا يهدم بنيان الله الا الله، هذه واحدة. الشيء الثاني انك تعديت على غرائز العطف والحنان، لانه بعضك، ابنك اللي جاي بعضك مش ابن واحد تاني، بعضك، يبقى عملت ايه تاني؟ يبقى دي خطيئة ايه؟ خطيئة اخرى. وعلى فرض ان غيرك يقتل برضو هتمنعه الايه؟ سلسلة التناسل الى ان يوجد الخليفة المستخلف في الايه؟ في الارض. ان قتلهم كان خطأ ايه؟ كان خطأ كبيرا. وبعد ذلك ضمن الحق استبقاء النسل، بانه طلب من كل والد الا يقتل، وطلب من كل الاباء الا يقتلوا الايه؟ الاولاد. اراد بعد ذلك ان يحمي الاولاد من اسباب الضياع في الكون. ايه اسباب الضياع؟ الانسان منا لما بيخلف الولد بيبقى يطلع اللقمة من بقه ويديها لابنه، ويمكن يسيب نفسه هدمته قديمة ويجيب لابنه الجديد. الله. اذا الابن بيبقى ايه؟ غريزة العطف والحنان موجودة، موجودة عليه. اذا هذه لا تتأتى الا اذا سلمت اعراض الناس، ووثق كل واحد ان ابنه الذي نسب اليه في فراشه منه. لان اللي بيضيع الاولاد اللي بيبقوا في الشوارع دول ايه؟ واهلهم ما يسألوش عنهم. يسبق ذلك تشكك في نسبة ابنائهم اليه. اما اذا وثق من ان ده ابنه، يعني اب ان واحدا جلس في مفازة وليس معه احد ابدا الا هو والست بتاعته، والست بتاعته عمالة تحمل وتجيب له اولاد، يبقى واثق كل ثقة ان ايه؟ ان دول اولاده، كل حنان وروح له. فاذا ابتدى يوجد في مجتمع صاخب، مجتمع فاسق، مجتمع فاسد، ويبتدي يتشكك في ان ده مش ابنه، يبتدي يعمل ايه؟ يهمل ابنه. ويريد الله ان كل واحد يحمي ابناء فراشه. لا يحمي ابناء فراشه الا اذا قضينا على جريمة الزنا والسطو على الاعراض. حين نقضي على جريمة الزنا والسطو على الاعراض يبقى ضمننا ايه؟ ضمننا نسبة ابناء الفراش الى ابائهم. ودي تدينا ايه؟ تدينا حرارة العاطفة على الاولاد، ويبقوا في المجتمع محسوبين على ابائهم، ومحسوبين على ابائهم يعملوا ايه؟ ما يخلصكش بقى انه يقولك شوف ابوك سايب ابنه عريان، سايب ابنه جعان، سايب، ما دام محسوب عليه. اذا اللي بيفسد نظام التكافل في الحياة ايه؟ ان يشك الانسان في ان ابناء فراشه ليسوا منه، ولا يستطيع ان يقولها، لان دي تبقى طعن في نفسه، مش عايزه، انما هي داخله في نفسه كده ان دي موش ابنه. يوم الله يريد ان يحمي الاعراض علشان نسبه الابناء الى ابائهم تكون نسبه واضحه، يستعذب الانسان منا متاعب حياته في سبيل راحه مين؟ راحه ابنائه. الحق سبحانه وتعالى ساعه ما يتكلم على اوامر ونواهي مره يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومرة أخرى يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. إيه الفرق بين الاثنين؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني هذا حدك ما تتعداش. يبقى أوصلك إلى الحد ولا ما أوصلكش؟ وصلت إلى الحد بس ما تتعداش الحد. لكن لما أقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها، يبقى ما وصلتش إلى الحد، يبقى بعدت عن الحد شوية. يبقى إيه ليه العبارتين؟ قال بعد كل الاوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، وعند النواهي يقول ايه؟ تلك حدود الله فلا. الامر المنهي عنه مش هقول لك تعالى الحد ابعد عنه احسن، يزغلل لك في عينيك كده ويهفك فابعد ايه؟ يبقى اذا لا تقرب معناه فيه فرق.
بين الفعل وبين قربان الفعل. هل المحرم هنا الفعل ولا اقتراب من الفعل؟ طب ليه يعني اشمعنى؟ طب ما فعلش وخلاص. ام قال لك لا، يريد الله ان يرحم عواطفك في هذه المسألة، المسألة دي بالذات اللي هي مسألة الغريزة الجنسية. قال لك ليه؟ لانك انت حمت حول الحمى توشك ان تواقع، فلما تبعد يبقى احسن ايه ليك. ولذلك احنا قلنا زمان ان العلماء حينما تكلموا عن مظاهر الشعور والعلم قسموها الى ثلاث مراحل. مرحلة تسمى مرحلة ان تدرك ادراك، ومرحلة تسمى مرحلة الوجدان، ومرحلة تسمى مرحلة النزوع. ضربنا مثل قديم لهذا وقلنا انت تسير فتجد بستان، البستان فيه وردة جميلة، ساعة ما وصلت للوردة الجميلة يقال انك ادركت جمال الوردة، ادي الادراك. محدش منعك انك انت تبص للوردة وتشوف جمالها. فاذا ما اعجبتك وراقتك واستقر في نفسك حب الوردة يقال دي وجدان. يبقى انتقلنا من مرحلة الادراك الى مرحلة الايه؟ الوجدان. فاذا قدمت ايدك عشان تقطفه يبقى دي مرحلة اسمها مرحلة النزوع. الشرع بيتحكم فين دلوقتي؟ اتحكم الشرع في ان لا ترى وردة في بستان؟ اتحكم الشر في انك ان رأيت وردة ان لا تعجب بها وتحبها كده وترتاح لها؟ امال تحكم امتى؟ قال لك ساعة تمد يدك لتقطفها. يبقى اذا التشريع بيتكلم عن مرحلة ايه؟ النزوع. الا في مسألة واحدة، هذه المسألة هي المسألة التي لا يمكن فيها فصل النزوع عن الوجدان ولا الوجدان عن الادراك. مراحل ملحومة ببعضها لحمة لا تقوى النفس البشرية عن الفصل منها. اذا رأى انسان واحدة جميلة ادي رؤية، فعشقها واعجب بها ادي ايه؟ وجدان. يجي يقدم ناحيتها نقول له لا مش بتاعتك، نقوم نقول له ما نقدرش بقى. ليه؟ قال لك لان الادراك ولد وجدان، والوجدان عمل في النفس البشرية عملية غريزية عنيفة ما نقدرش نفصل النزوع عنها. اما ان تنزع وتروح لها واما ان تعف. فان نزعت ورحت لها تبقى المسألة ايه؟ بقى تطور. وان ما رحتش لها تتعقد وتعيش بقى وتفضل في ذهنك وعمل في نفسك عمايل وتبقى مش عارف عاشق ومتيم ومش عارف ايه وتبقى شغلان. فربنا قال لك يا عبدي انا اعلم بك، افصل الادراك والنزوع والوجدان عن مسألة النزوع في المرأة خاصة. ليه؟ قال لك لانك لا تستطيع ان ادركت جمالا ان لا تجد في نفسك عشقا وحبا وانت محرم عليك النزوع فستعيش. ان اقبلت تهتك اعراض الناس، وان عفت تتعب نفسك وتقعد في هم وغم وتعيش حيانا كده. يبقى من الاحسن لك ان لا ترى وان لا تجد حتى لا تنزع. ولذلك حرم الله ان ننظر. قال من اول الامر كده ريح نفسك. كل المؤمنين ليه يغض؟ هو الادراك عليه حاجة يا ربي؟ لا يا اخويا، لو ادركت لوجدت، ولو وجدت لنزعت. فان خذت حظك من النزوع افسدت اعراض الناس ووالغت في اعراضهم، وان كبت في نفسك. والكبت والاثنين يعملوا عملية في الكون، عملية متعبة. يقوم من اول الامر نعمل ايه؟ غضوا ابصارك. كل المؤمنين ايه؟ يغضوا. ليه؟ بنمنع المسألة من مين؟ من الاول. ليه؟ عشان نرحم اعراض الناس ونرحم نفسك من ان تتعب وتكبت وتبقى حاجة سوية. يقوم الناس بقى يغشوا نفسهم لك لا يا اخي مفيش حاجة، فهم يشوف ده كل واحد في حال. نقول لا يا اخوة مش كل واحد، احنا بيتهيالك ان كل واحد في حال. المسألة مش كده، المسألة الذي خلقنا قال هذا، غضوا ابصاركم حتى لا تجدوا، لانكم ان وجدتم ستنزعون. فان اطعتم النزوع افسدتم الاعراض، وان لم تضوعوا
تطيعوا النزوع افسدتم نفوسكم كبتا وحسرة وألما وحقدا على من يملكها. وكل شغلانة بقى طويلة ايه طويلة عنه. ولذلك قال الحق ولا تقربوا الزنا. مش قال لا تزنوا، لا تقربوا الزنا، اوعى تخليك على قرب منه. وده بايه؟ بالنصر والمخالطة والمعاشرة، ودي ابن خالي ودي ابن عمي ودي ابن خالتي وده مش عارف اصلهم متربيين سوي وده مش الله شغلان ايه. مش يحل له يتجوزها ولا ما يحلش؟ يحل له يتجوزها، يبقى في سيال جنسي وفي سيال عاطفي بينهم وبين بعض. ابعد، تخلي كل واحد كده، ما تغشوش نفسكم، ما تتعبوش ايه، ما تتعبوا. ولا تقربوا الزنا اي لا تاتوا الى دوافع. دوافع ايه؟ رؤية، اختلاط. الويج يقول لك ده هو خطبها عشان يجربوا بعض كده ويعيشوا شوية. طب ونسابها يا سيدي، ما شاء الله عليكم. ولا تقربوا ايه؟ ولا تقربوا الزنا. ولذلك هناك يقول لك ايه برضو، يجي في الخمر يقول لك يا اخي ده ما فيش آية تقول الحمر محرمة، الحمر الخمر محرمة. نقول له ليه يا اخوي؟ يقول ده اجتناب. نقول له طب بالله كده هو الاجتناب ولا الشرب؟ لو قال لا تشربوا الخمر يبقى اباح لي ان التقي بها وان اجتمع بها وان انا ابيعها واشتريها وابقى كل حاجه، انما اللي يقول اجتنبوه يعني ما توجدش انت وهو في مكان، يبقى دي زي التحريم ولا اقوى من التحريم؟ اما يقول لك لا تكلم فلان صادق بان تكون معه في مجلس ولا تكلمه، انما يقول لك اجتنب فلان يعني ما تكونش انت وهو في حته، يبقى انت اللي اقوى بقى. فإذا كنت أنت عايز تعمل الاجتناب أقل من التحريم، يبقى معنى ذلك والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها يبقى أقل من التحريم، مش محرمة اجتناب الطاغوت اللي هي قمة الايه؟ قمة الايه؟ الإشراك. إذن ففي الأوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي النواهي يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. ليه؟ لأن النبي يقول والمعاصي اتقوا المحارم. ايه يعني المحارم؟ أم قال لك لان من حام حول الحمى يوشك ان يوقع. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة. الفاحشة هي الشيء الذي يشتد قبحه، يشتد قبحه. أم قال لك ايوه ليه؟ أم قال لك لان الله سبحانه وتعالى حينما خلق الزوجين الذكر والأنثى وقدر أن يكون التناسل من بينهما، قدر لهما وصول يلتقيان عليها، لم يتركها مشاعا. ليه مشاعا؟ عشان يضبط نسل المجتمع ويضبط طهارة هذا النسل، وكل إنسان يبقى يعرف هو ابن مين ورايح فين ومش عارف ايه، فلا يخدش كرامته ولا ده. احنا ننظر الى الاشياء العجيبة. لو انك جالس ثم قيل لك ان الولد الفلاني، الشاب الفلاني يعني، بيمر هنا من الشارع كتير ويبص ناحية البلكونة وناحية الشباك، ومش لان عندك انت بنت، ماذا يكون موقفك منه؟ بدك تقطعه. وان شفت منه اي بدرة كده ولا بتاع، طب فإذا جاء وطرق عليك الباب وقال لك يا عمي أنا أريد أن أتقدم لابنتك لأخطبها، ماذا يكون الموقف؟ تضحك وتمرحب وانت اللي تدعي الناس وتعمل فرح وتسقي شربات. ايه الفرق بين الأولانية والتانية؟ ما هي في الأولانية برضو عايز بنتك وبيحبها، وفي التانية قال لك لا بس جاي بمين؟ استحللتم فروجهن بكلمة الله، اللي خلقها بكلمة الله. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جدع الحلال أنف الغيرة. الرجل اللي بيغير على بناته كده ومش عارف حد يمر من هنا ولا حد يتكلم ولا حد يشوفه ولا ما، وجسمه يغلي لما يشوف حاجة زي دي، لما يقولوا له ده فلان بيتكلم على البنت ويقولوا له مرحبا يتفضل اهلا وسهلا ويجيب الاهل. الله، ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل في دمك؟ قال لك الحلال، جدع الحلال وانفى الايه؟ انفى الغيره. قال لك هي كلمه بس، صحيح بنقول زوجني وزوجتك، انت لا تدري الذي شرع الكلمه
لحل هذا اللقاء بين الذكر والأنثى هو العليم بماذا تكون الكلمة في نفس الزوج وفي نفس الزوجة وفي نفس أهل هذا وأهل هذا، ويبقى شرف ويعملوا الزنات ويعملوا الأفراح ويعملوا للآخر. الله، يبقى لازم الكلمة دي لها ساعة ما يقول زوجني يقول له زوجتك، دي كلمة، هي كلمة، كلمة استحللتم فروجهن بكلمة الله، يدل على أن الكلمة دي لها إيه؟ لها عمل في التكوين الذاتي للإنسان. الدم ساكن، الدم مستقبلها من بصار، مش بإيه؟ مش براحة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما يشرع هذه المسألة هو اللي عامل مفاتيح الذرات دي. ساعة يقول نزوج وزوجتك انت ذرات البنت وذرات الولد، وهي اللي تقول ده فلان جه خطبني، ويقول لك انا خطبت بنت فلان وفلان مش عارف يعمل ايه، ويعملوا لهم الهيصه والايه. ليه؟ اما قال لك لابد ان تكون الذرات دي نفسها الكلمه دي عملت فيها ايه؟ الكلمه دي عملت فيها ايه؟ يعني رطوبه استقبال، بسطه استقبال، ما عملتش غيره، ما عملتش حمق، ما عملتش نرفزه، ما عملتش هيجان. يبقى لازم الكلمه دي لها ايه؟ لها معنى. اللي خلق البنت وخلق الولد وخلق أبها اهل البنت وخلق اهل الولد قال ان الكلمه دي تروح عامله ايه؟ بردا وسلاما على مين؟ على الجميع. ان اخذت بغير هذه الكلمه تبقى الذرات متنافره ولا مش متنافره؟ يبقى الذرات متنافره. والى لقاء اخر.